الحديث أكثر عن ذلك يلتحق بنا عبر الهاتف المفتش العميد حملاوي عمار، المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك في ميناء الجزائر. أهلا بكم سيدي. إذا نتحدث عن هذا البيان كما أشرنا إليها الآن الذي كان من طرف المديرية العامة للجمارك فيما يخص المديرية، إذا فندت بعض المعلومات المغلوطة التي تتداول اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لو تحدثنا أكثر عن ذلك. نعم، المديرية العامة للجمارك قامت بتفنيد الادعاءات المغرضة وكذلك بعض التسجيلات العارية من الصحة، وهذا لأن الجمارك تعمل جاهدة لتجسيد آليات الوطنية مكافحة تفشي ظاهرة كورونا، وذلك بالتسريع في رفع البضائع من خلال إعطاء الأولوية للأصناف البضائع المستوردة من طرف متعاملين في نشاط مجال التصنيع وتمويل، خاصة الذي له علاقة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك بداية من شهر مارس 2020، حيث سجلت مصالح على مستوى ميناء الجزائر دخول أو استيراد مختلف التجهيزات، كذلك أعواننا وضباط وإطارات كلهم مجندين من أجل تجسيد هذه الآليات الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة. طيب، نتحدث اليوم استجابة للوضع الصحي أكيد الذي نعيشه، سنتحدث عن الإجراءات المتخذة اليوم من أجل رفع العتاد الطبي، يعني مكثفة الأكسجين خصوصا، وكذلك حسب البيان أشرتم لمجموعة من الإعفاءات الجبائية، لو تفصل لنا أكثر ذلك. فالإعفاءات الجبائية والتي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، خاصة المادة 36 والتي تعفي المواد الصيدلانية من الحقوق والرسوم الجمركية، كذلك مكثفات الأكسجين، فهي كذلك مكثفات الأكسجين تعنى كذلك هي بالرفع السريع والسريع، كذلك والتي تكون مستوردة من طرف المؤسسات الخاصة، كذلك الجمعيات لها ترخيص لاستيراد هذه وتعتبر بمثابة هبة، كذلك الإعفاء المسافرين والذي في حالة استيراد هذه الآلات للاستعمال الشخصي، فإن عملية الرفع تكون رفع آنية وبسرعة، ومرافقة أعواننا وضباطنا في جميع العمليات. يعني عملية الرفع آنية، يعني لكي نبسط العملية والأمر وكذلك الفكرة سيد حملاوي، في مجرد وصول العتاد مباشرة الجمعية الخيرية أو أي شخص يعني يكون بحاجة لهذا العتاد يتم رفعه مباشرة؟ نعم، يتم رفعه مباشرة. احنا الجمارك الجزائرية الشيء اللي يهمها المستفيد أو الشخص المرسل إليه هذا العتاد، أي شخص طبيعي، وكذلك إذا كانت جمعية فيتم معرفة هذه الجمعية، ولا كانت مؤسسة فمؤسسة عندها سجل تجاري تاعها وعندها اسمها، هناك ملف كل 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 طرف أو كل هيئة اللي تقوم بعملية الاستيراد عندها إجراء خاص بها، ويستفادوا جميعا يستفادوا من التسهيلات الجمركية. طيب، ما هي الحالات التي يمكن أن يكون فيه مجموعة من العراقيل ربما أو من المشاكل بحيث لا تستدعي أن يتم رفع العتاد مباشرة بعد وصوله؟ لا، مستحيل. ففي جميع الحالات يقوم وكيل العبور او المصرح بتسجيل تعهد مثلا بتقديم وثيقه او ترخيص، فيتم عمليه رفع الفوري لهذه البضائع، ثم يتم اتمام هذا الملف، فالعمليه تكون انيه في المستحيلات السبع، وين الجمارك تقوم بصعوبات. فتسهيلات جمركيه منذ دخول
دخول هذه البضائع إلى خروجها، فهناك عملية مرافقة لهذه البضائع. فمهما يكون المشكل، فوكيل العبور يقوم بتسجيل تعهد لإتمام الملف، ويقوم بعملية إخراج هذه البضاعة، ثم لاحقا يقوم بإتمام عملية الجمركة. فجميع المعدات الطبية أو المواد الصيدلانية تخرج في آنيا. يعني نجدد مرة أخرى فقط للتذكير العميدة حملة، وهي الفرصة أكيد من هذا المنبر لتوضيح الفكرة أكثر، سواء الجالية في الخارج التي تريد أن تتبرع إلى هنا من أجل هناك أشخاص يريدون يعني رفع هذا العتاد، أو حتى الجمعيات الخيرية مرة أخرى تفندون الأخبار وتؤكدون أنه مباشرة يتم رفع العتاد بمجرد وصوله إلى أرض الوطن. يتم الرفع المباشر، فالجمعيات الجزائرية تقوم بمعرفة المرسل إليه فقط. فالجمعية الخيرية ترسل إلى شخص معين، فالجمارك تقوم بمعرفة الشخص الذي استفاد من هذه المعدات. يعني يجب الشخص أن يكون مرفوق بمثلا ملف كبير مجرد وصفة طبية، أم ماذا بحكم أنه يعني هذا العتاد يستعمل فقط في ظل هذه الظروف والأزمة الصحية التي نعيشها؟ راح يقدم وثيقة هوية نتاعو اللي راه هو الإنسان اللي مع فلان المرسل إليه فقط. فالجمارك يعني هذه يعني تعتبر عملية إنسانية. كذلك الاستعمال الشخصي، الإنسان هذا اللي راح يستفاد منه مش راح يروح يقوم ببيعه ولا راح يستعمله استعمال شخصي أي في المنزل تاعو، لكن الجمعيات والمؤسسات اللي تقوم بالاستيراد تاعها عندها ملف خاص تكون عملية الجمركة في المكاتب. لكن في حالة أنا قلت لك في حالة ما تكون فيها نقص في هذه الوثائق، فيقوم وكيل العبور بتسجيل تعهد ويقوم بإتمام هذا الملف لاحقا، وعملية الرفع تكون آنية، ما تكونش يعني في جميع الحالات لا تقوم الجمارك بحجزها أو بعدم سمح بإخراجها. في جميع الحالات تخرج هذا العتاد يعني بصفة عامة. وهل هناك يعني الأفراد أم الجمعيات الخيرية بالنسبة لعدد هذه المكثفات الهوائية، هل هو محدد أم لا؟ ما يكونش محدد يعني راهي هيبة راح تكون ما يكونش عندها سقف ولا تكون عادية. طيب نعم. كذلك المصالح الجمارك هي تقوم بالتسجيل الصارم والمحكم للإجراءات التسهيلية والتبسيطية المستطرة خصيصا لهذا الغرض. كاين تسهيلات اللي قامت بها الهيئات العليا، الجمارك فهي تقوم بتطبيقها وتسديدها على أرض الواقع. طيب المفتش العميد حملاوي عمار، المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بميناء الجزائر، نشكرك على كل هذه التفاصيل.